أهلا وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأردن بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. دائما أطلب منكم سبسكرايب لايك وشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك تعليقاتكم واقتراحاتكم تهمنا. اليوم سنقوم بشرح أغنية جميلة جدا للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وهي أغنية أهواك من أجمل الأغاني العربية، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية أهواك للفنان الراحل عبد الحليم حافظ هي في مقام كرد على الله. كرد على الله بالشكل التالي: والكرد على الله يتكون من السي بيمول في السلم الموسيقي، فقط من السي بيمول. الآن سنأخذ إيقاع رومبا شرقي على سرعة 90 ونبدأ بالمقدمة الموسيقية، ثم نشرحها كالعادة بالنوتة الحرفية. كانت هذه المقدمة الموسيقية، الآن سنشرحها بالنوتة الحرفية. في الأول بيانو: فا فا مي مي دو دو لا غي غي دو دو لا لا فا، فا 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 مي مي دو دو لا غي غي دو دو لا دو فا، فا صول فا صول فا مي مي فا مي فا مي غي ري مي ري مي ري دو سي لا سي لا، فا فا صول فا صول فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو سي لا سي لا. وهذه الجملة طبعا من أشهر الجمل الموسيقية العربية في التاريخ العربي، ومن أسهلها لكل المبتدئين، أي مبتدئ يبتدئ غالبا بهذه الموسيقى البسيطة والجميلة. الآن سنعيد للمقدمة الموسيقية ثم نغني الكوبليه الأول الذي يشبه المقدمة الموسيقية. We'll be right back.
كان هذا الكوبلي الأول أي المقدمة الموسيقية والغناء، والآن سنشرع في الكوبلي الثاني الذي يصبح لدينا حجاز كار على الري. حجاز كار على الري بالشكل التالي: والحجاز كار يتكون من المي بيمول والفا دياز والسي بيمول والدو دياز، أي المي بيمول والسي بيمول والفا دياز والدو دياز، خالط ما بين الدياز والبيمول. نأخذ إيقاع بلدي على نفس السرعة 90 ونبدأ بالمقدمة الموسيقية للكوبليه الثاني. وندخل إلى الغناء. الآن سنعيد موسيقى الكوبلي الثاني ونغني الغناء. طبعا كانت هذه حلقة أهواك بطريقة مختصرة، تمنى لكم استفادة وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.